زي ما حضرتك شفتوا معانا هذا التقرير اللي بيتكلم على هذا الجيل اللي هو حافظ على الأمن القومي لمصر أثناء فترة الحروب اللي هي قامت فيها وبالخاص حرب 73. فبالتالي بنتكلم على هذا الجيل ازاي حافظ على الأمن القومي وازاي حافظنا على اقتصاد مصر وازاي حافظنا على سلامة مصر في ظل الحروب اللي قامت بيها مصر في الفترة دي. نرحب بس ضيفنا اللي شرفنا النهارده سيادة اللواء الطيار أمين رادي وكيل لجنة الدفاع الأمن القومي سابقا وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد. أهلا بيك يا فندم شرفتنا. أهلا بحضرتك. يعني سيادة اللواء نتكلم كنت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي يعني كنت رئيس كمان مش وكيل بس يعني وكيل لمدة دورة ورئيسا في آخر دورة رئيسا للجنة يعني. ما هو حضرتك أنت بقى يعني سبت الحروب وبعد الحروب اتجهت للعمل السياسي فده طبعا هنشرحه بشكل تفصيلي سيادة اللواء. واحنا سعداء طبعا شرفت حضرتك شرفتنا حضرتك في هذا البرنامج. فبالتالي احنا كنا عايزين ندي نبذه سريعه طبعا للاجيال اللي موجوده حاليا دلوقتي. طبعا انت عارف الاجيال اللي موجوده ان احنا طبعا في حرب الجيل الرابع والعولمه طبعا ده ما كانش موجود اثناء الحروب اللي عاصرناها في الاجيال السابقه في الخمسينات والستينات والسبعينات. فخلينا نتكلم على جيل السبعينيات. الجيل السبعينات اللي هو عاصر وشارك في حروب 73 حرب 73. فبنتكلم اولا بس في الوقت دوت اثناء الخدمه كان يعني رتبه حضرتك كانت ايه كطيار وايه الاحداث اللي حصلت اثناء حرب 73 عشان نعرف ان الجيل ده فعلا ضحى ازاي وازاي حافظ على الامن القومي لمصر وازاي حافظ على مصر في ظل اللي كان فيه استعمار واللي كان فيه عدو مباشر غير العدو اللي هو خفي. حضرتك انا كنت شاركت في حرب اكتوبر كانت رتبتي نقيب طيار. كنت في السرب 22 استطلاع. هو سرب مكون من مجموعه من الطيارين المهام بتاعتهم هو استطلاع العدو واحضار معلومات. المعلومات دي بتفيد القوات المسلحه، القوات البريه، القوات البحريه، القوات الجويه ايضا، لانها كانت المعلومات كلها كانت معلومات غير موجوده. فكان بالتالي كانت مهمتنا احنا ان احنا نجيب معلومات عن العدو للتجهيز لحرب اكتوبر، ودي تمت في فتره الاستنزاف وحتى يوم الحرب واستمرت بعد الحرب. هناك طيارين زمايلي كتير قوي في سرب 22 استطلاع ادوا مهام بطوليه ومهام قويه للغايه. يعني انا هقول ان انا كمثال انا عملت فوق ال 50 طلعه داخل سيناء بصور حاجات للعدو والمواقع، وانا كنت من اقل الطيارين كمان اللي موجودين او يعني من في اللي زيي وفي اللي اكتر مني عددا عملوا طلعات اكتر من كده في حرب اكتوبر. دي الفتره اللي هي خاصه بالحرب. يمكن انا حضرتك بتقول لي على بعض المواقف، انا هاخد موقفين لان هو المواقف كتيره قوي. انت يا عمر فتنساها يعني. هو في مواقف كتيره جدا عمري ما انساها، لكن انا هاخد موقفين اتنين سرعة جدا. هاخد موقف الاول اللي هو قبل الحرب بحوالي 15 يوم او 12 يوم. مر علينا الرئيس محمد حسني مبارك كان في التوقيت ده كان لواء طيار وكان قائدا للقوات الجويه. مر علينا على القواعد كلها، قعد مع الطيارين، قعد يفهمنا ان احنا داخلين على مهمه والمهمه ديت ممكن الخسائر تكون فيها كثيره للغايه ويجب ان احنا نتحمل ونتحمل عشان خاطر بلدنا وان احنا لازم نسترد ارضنا اللي اتاخدت مننا في 67. وقال لنا ان الخسائر ممكن تتراوح من 40 ل 60%. فرقم 40 ل 60% ده رقم كبير للغايه. فمع ذلك حط في كل واحد فينا ان احنا ما عندناش مانع ان احنا كلنا نروح مقابل ان حق البلد ده يرجع ونحرر ارضنا ونحرر مصر. لما جت الحرب انا طلعت في طلعه الصبحيه الساعه 12 الا ربع تقريبا. طلعه كانت طلعه استطلاع في منطقه الزعفرانه والعين السخنه، ويمكن اول بيان في الحرب 73 كان بيان ان قامت طيارات الاستطلاع باستطلاع المنطقه بتاعت منطقه العين السخنه ولقيت ان هناك تدخل من الايه؟ من القوات الاسرائيليه في هذه المنطقه اللي هي كانت سبب من اسباب الحرب. لكن حقيقه الموضوع ده لما طلعت الطلعه ما كانش فيه ما لقيناش حاجه عدت الناحيه الثانيه ولا حاجه، لكن كانت من ضمن نقاط الخداع اللي هي كانت كثيره جدا في حرب اكتوبر. بعد كده في الساعة 2 طلع اللي هم 220 طيارة. كنت أنا في قاعدة أنشاص، طلع من هذه القاعدة 40 طيار.
انا ما طلعتش في الطلعه ديت، انا كانت مهمتي ولا حياتك مهمتي استطلاع، سواء استطلاع قبل الحرب او استطلاع نتائج للطلعات بعد الايه، بعد الضربه الجويه. وانا كنت بطير ميج 21، يعني كنت بطير طياره مقاتله في الحرب. نوع ميج 21. ميج 21، ودي كانت من اقوى الطيارات اللي موجوده في هذا التوقيت، في التوقيت ده. فكان طالع 40 طياره من قاعده من القاعده من عندنا، فمن قاعدة أنشاص. فلو تخيل حضرتك إن لو تيجي تطلع عدد طيارات، لـ40 طيارة تطلعهم من ممرات متقطعة في زمن واحد، والار تي سايلنت، ما حدش بيتكلم في الار تي عشان ما حدش يلقطنا، ويطلعوا كلهم في توقيت واحد بدون ما يحصل اي نوع من انواع الحوادث اثناء الاقلاع، والكل بيطلع تيكوف، وبعد التيكوف بيطير له ليفل عشان كل واحد يروح على الايه الهدف بتاعه. فكان في احساس غير طبيعي مبدئيا عندي. الـ40 طياره دول حسب الكلام اللي اتقال لنا في من 40 لـ60%، خلينا نتكلم في 50% متوسط، يعني 20 طياره مش هيرجعوا، يعني متوقع ان في 20 طياره مش هيرجعوا. فانا كنت واقف فوق دشم انا ومعايا بعض الزملاء اللي هم بتوع سرب الاستطلاع، اللي ما طلعناش الطلعه الاولانيه بتاعه الايه، الطلعه اللي هي الضربه الجويه. فابتدت ترجع الطيارات بعد حوالي يمكن 17 دقيقة 18 دقيقة، ابتدت نعد الطيارات، بنقول يا رب يعني يجي أكتر من الـ20 دولت أي عدد يعني. ففوجئنا 8 طيارات، 12 16 20 22 24 26 8، يعني المهم وصلنا في الآخر إن الـ40 طائرة بالكامل نزلوا المطار، نزلوا المطار. يعني مش عايز اقول لحضرتك الحاله اللي انا كنت فيها، انا كنت ببكي مش قادر، يعني عيوني مش عارف ابطل البكاء، وفرحتي بان زمايلي كلهم طلعوا، وان الكل ايه راجع الـ40 طيارة. فدي حاجه ما نقدرش ننساها نهائيا. زي ما في حاجه ثانيه برضو ممكن ما انساهاش عمري، وهو بدايه طيران السرب الاستطلاع ده، كان في طيار يعني ربنا يرحمه العميد حسين العزت، كان ايامها مقدم طيار. ده حاجة شخصية قدوة وشخصية غريبة جدا، كان الواحد بيشوفه قدامه كده يتمنى ان انا ابقى زيه في يوم من الايام. كنت لسه ملازم طيارة، ملازم اول طيار، كانت سينا بالنسبة لي في رعب ان انا اخش بالطيارة جوه سينا، هيقابلني دفاع جوي، هيقابلني طيارات، هيقابلني مدفعية، يعني القصة غريبة بالنسبة لي. فكنت انا ماسك نمرة 2 في التدريب، جوه السرب مع اللي هو حشمت، اللي هو كان في التوقيت ده الرائد حشمت او النقيب حشمت، كان في التوقيت ده. فكنت انا ماسك التدريب معاه، فوجئت بالمقدم حسين جاي بيقول لي امين حط لي بكره طالعه معاك سيكشن، يعني طيارتين مع بعض، هو ليدر وانا فورميتر له، وطالعه مع عادل طه ربنا يديله الصحه، وطالعه مع طارق حمدي الله يرحمه. فكان في 3 طلعات المفروض نحطهم نطلع معاه، فطلعت معاه، طلعت سيكشن تدريب، فمش في بالي هنطلع لو قائد السرب طلع التريننج، فالموضوع سهل يعني. المهم طالعين، طلعنا طير انا وهو جنبه، فوجئت انه داخل بينا على قناه السويس، معدي قناه السويس. حقيقه ربنا انا قلبي بقى في رجليا، انا بتكلم بمنتهى الامانه ان انا لاول مره في حياتي اعدي بالطياره اخش جوه ايه؟ جوه سينا. فلقيت الراجل بيقول لي اضم عليا، كويس قوي كده امين، حافظ على وضعك ده، لا اقطع شويه، لا قرب مني شويه. نساني القصه دي كلها، وطرت الطلعه كلها فوق سينا ونزلنا. فبيسالني، بيكلمني بعد ما نزلنا، بيقول لي كويس قوي، ما عندكش اخطاء، طيار كويس مش عارف ايه، بس انا كنت عايز اسالك يعني احنا طرنا فين وفين؟ طرنا فين وفين ايه؟ حضرتك بعد ما طلعنا يا دوبك طلعنا بشويه داخل معدي قناه السويس وطيارين الطلعه كلها فوق سينا. قال لي يفرق معاك اليهود دول في حاجه؟ فرقوا معاك في حاجه؟ ادي احنا كنا موجودين قعدنا فوقيهم 18 دقيقه ولا 15 دقيقه ما شفناش حد عرف يعمل لنا حاجه. دول ما يسووش حاجه، بس ذاكر كويس، اعرف كويس، طير شوف هتطير ازاي، شوف هتحسب كل حاجه ازاي. المدفعيه لها حسابات معينه او ارتفاع معين اللي يجيبه، طبعا الوقت غير الوقت بتاع الوقت ده، يعني ال 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 الطيارات عشان تجي لك لها زمن محدد عشان تكتشفك وتجي لك وتوصل لغايه عندك. الصواريخ لها توقيت محدد عشان تبقى الصواروخ موجه، يعني بعد 18 ثانيه حسب ذاكرتي بيبقى موجه، لو 13 ثانيه لو انت ما غيرتش اتجاهك او سرعتك او ارتفاعك، لو بعد 13 ثانيه بيطلع الصاروخ بس ان جايدد، يعني ممكن تقعد لغايه 13 ثانيه تخليه يطلع الصواريخ اللي عنده تمام، بدون ما تيجي عليك وتبوظ وتضيع له اكتر من كذا صاروخ
وعملها طيار شريف الشافعي في اكتر من كذا طلعه وطلعنا معاه، وكنا بنخش على مواقع صواريخ بطاريات الهوك وكنا بيطلع الصواريخ ديت بتطلب بنخسرهم صواريخ بدون ما ايه يصبونا. فدي من الحاجات خليها ست اللي هو اسال الاستاذ حسين بيتكلم طبعا عن الجيل ست اللي هو قاله اللي هو ازاي اتعامل مع الحروب والعدو معلوم له، فبالتالي بيتكلم احنا هنتكلم على هذا الجيل اللي موجود حاليا. فبيتكلم عن في اثناء الحروب اللي كانت معلومه كان الشعب المصري بيساند القوات المسلحه والجيش بكل قوه. فاحنا حاليا دلوقتي بنتكلم على الجيل اللي هو الرابع اللي هي العولمه. للاسف الشديد بنحس كده مع ان احنا برضه بنحارب الارهاب اللي هو غير معلوم، بنحس ان هو مش مستوعب ان احنا في حرب فعلا حقيقيه، مش مستوعب ان في عدو خفي مش معلوم لنا. فبالتالي هل هو مش مدرك على ان هو مش قادر يعني يحس ان في عدو خطير جدا موجود؟ عم انت شايف حضرتك ان الجهه السياسيه ان هو مش فارقه معاه، لان هو طبعا مش شايف حرب حقيقيه زي ما كان متعود ان المفترض يبقى في طيران وفي مدافع في صواريخ، ما يعرفش ان احنا في حرب خطيره جدا من الجهه السياسيه. احنا كان بقى من الجهه الحربيه والامن، هل في خطوره بالشيء دوت او بالشيء ده؟ خلينا نجاوب من الجهه السياسيه الاول. انا يعني هستعير واغش كلام سياده اللواء، عشان سياده اللواء ده يعني يعتبر والدي، هو مربيني وهو معلمني حاجات كتير قوي. احنا في حرب اكتر من حرب بتاعه 73، مع الاحتفاظ بقدسيه حرب 73. سياده اللواء كان بيقول لنا في عاداتنا واجتماعاتنا معاه، احنا في حرب مش عارفين عدونا فين. مع الفتره احنا قاعدين ست سنين، الحرب بتكلف فلوس وبتكلف مجهود جامد جدا. الست سنين احنا فيهم دلوقتي اللي عدوا، ومع العلم ان انت مش حاسس بيها، انت بتروح فرحك، بتروح الكافيه، بتروح الساحل الشمالي، تروح وتنزل، انت مش حاسس بيهم خالص. ده يعني ده نجاح من القياده السياسيه، ده نجاح من القياده السياسيه ان هو مش محسسك بالاستنزاف والمجهود اللي جيشنا وشرطتنا شايله هم كبير قوي فيه، واخد بالك؟ انما تيجي تبص عليه بقى في الفيسبوك لما يكون في شهيد جاي اهله بيستلموه، تعالى بص الجيل بقى اللي انت بتتكلم عليه اللي هو بتاع الجيل الرابع ده مش حاسس بحاجه، بيبص على الفيسبوك انما تعالى اديله اشاعه مغلوطه او حاجه كده فيك ولا بتاع، يقعد يشير فيها ويشتغل عليها كويس جدا، عشان هو مش حاسس باللي هو فيه، بلده فيه. بجانب كمان احنا لسه، انا مصمم، انت حضرتك بتقول كنت بتتكلم في الفقره اللي فاتت، طب هنعمل ايه؟ لا، هو البيت الام والاب عليهم عامل كبير جدا، المدرسه لازم يكون عليها سيكشن كبير، عندك النادي ومراكز الشباب، لازم يكون عندنا ندوات ثقافيه بفلاشه صغيره كده تتحط على ال سي دي، ان الولاد يتفرجوا ويبقى عندهم يرجع الانتماء تاني ويبتدوا يحسوا، وفي نفس الوقت نديهم وعي ثقافي. الوعي يعني في الخطبه بتاعت سياده الرئيس في يوم الخميس في المناره اللي فات بيتكلم الوعي، الوعي، ومركز على كلمه الوعي، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي احنا مش حاسين بيه الشباب بتوع دلوقتي، لا مش حاسين، مش حاسين خالص. بس يشوفوا مثلا اخبار ان في سينا، عمليه سينا الشامله 2018 حصل كذا كذا، ما ده نجاح من القياده السياسيه، انت مش محسسك بحاجه هنا، ما ده نجاح. وست اللواء انا يعني في كذا اجتماع ويقعد يحضرنا، احنا في الحرب دي شرسه جدا، حرب العصابات دي صعبه جدا، وست اللواء يعني ما يعني يعني احسن واحد يتكلم عنها. خلينا نتكلم من الجهه الامنيه، بس قبل ما اتكلم ست اللواء على الجهه الامنيه عشان بس ايه ما نتوهش المشاهد قبل ما نخش في حته الجهه الامنيه، الفرق بين الجيل اللي عاصر الحروب معلنه والجيل اللي هو عاصر الحروب غير معلنه. تمام. طب خلينا نتكلم الاول، ليه القوات الجويه اختارت يوم 14 عيد القوات الجويه؟ هرد على حضرتك، بس تسمح لي اعلق بس تعليق صغير ان سمحت لي. يعني زي ما بنقول هناك ابطال في حرب اكتوبر 73، لازم اقول ان الشعب المصري هو البطل الاساسي في حرب 73، الشعب المصري وليست القوات المسلحه زي ما انا قاعد بتكلم عليه، لان الشعب المصري تحمل ما لا يتحمله بشر في هذه الفتره. الشعب المصري شاف المر وما كانش لاقي لهم في العيش. وضحها بقى ست اللواء عشان الجيل اللي موجود حاليا دلوقتي، ما احنا يعني الشعب المصري في هذه الفتره ادى كتير قوي لبلده، ادى كتير جدا لبلده.
لما كان زمان ما كانش يعني ما كانش بيلاقي جهاز تشتريه، مكوه تشتريها، بوتاجاز، ثلاجه، ما كانش في الكلام ده، ما كانش في الكلام ده في هذه الفتره. وكان كل مواطن اللي هو بيقول شد الحزام، لا ده كان شدد الحزام على الاخر، تمام، وكان متحمل ومتحمل امور كثيره جدا جدا وعدى بينا. كل الكلام ده ليه؟ كان هناك هدف، كانت في حاجه لما المواطن، في حاجة لما المواطن لهدف أسمى وحاجة قدامه، ما عندوش مانع أنه يدي روحه، زي ما أنا طيار ما عنديش مانع يدي روحه، كان المواطن المصري ما عندوش مانع يدي روحه في دار البلد. فكل ملموم، كان الولاء والانتماء غير طبيعي، غير طبيعي. هنرجع نقول طب الأيام دي هل في ولاء، هل في انتماء؟ هقول لك، هختلف مع حضرتك أن في إيه، يعني جوه كل بني آدم جوه الولاء، جوه كل بني ادم جوه الولاء، بس ازاي تطلع الولاء ده منه، ازاي تخرجه منه، ازاي تطلع الانتماء. هضرب امثله تافهه قوي، وهضرب مثلا اقول 30/6 الشارع المصري كان كله موجود في التحرير وفي كل مدينه مصر. هضرب مثلا اخر تافه، 2006 و2008 و2010 ماتشات الكوره والبطوله الافريقيه، كان الشعب المصري كله رفع العلم، محدش قال له رفع العلم، رفع العلم ونزل في الشارع، فهي موجوده جوه. يبقى لما بيبقى فيه حاجة تخلي الشعب يتلم، تأكد انك هتلاقيه وهتلاقيه موجود. يبقى المطلوب النهاردة زي ما بنقول ان احنا تحياتنا للشرطة وتحياتنا للقوات المسلحة وللمواطن المصري اللي بيحاربوا الارهاب، اللي ضحى منهم ناس كتير جدا، ربنا يرحمهم جميعا، وهم دول قدموا لمصر ارواحهم. لكن المطلوب ان يكون في حاجة تلم، ايا كان بقى مشروع استراتيجي، ايا كان، يعني الموضوع ان انت محتاج لم الشعب المصري، عشان بدل ما يقعد على الفيسبوك ويبتدي زي ما بيقول الحسين ويبص على امور تافهه، يدور على ايه؟ حال البلد. يعني ملخصها، حب بلدك، واقول للمواطن حب بلدك، حب البلد دي ادتك كتير وتربيت فيها ومالكش غيرها وهتقعد فيها، فحب بلدك، اشتغل، اتعب، وقف مع البلد، خلي البلد تعدي من هذه طب ست اللي هو اللي احنا بنتكلم على الحرب 73 اللي حضرتك عصرتها، والحرب الحاليه دلوقتي اللي هي حرب الارهاب، اللي هي بعد ثوره 25 يناير اللي احنا عصرناها، هل في فرق بين حرب 73 والحرب الحاليه؟ طبعا مش بنقلل من قوه ده او قوه ده، لان طبعا بنتكلم عن ان دي حرب معلومه لنا، ودي حرب مش معلومه، يعني العدو مش ظاهر زي ما حضرتك. هو مع حضرتك في اختلاف، في اختلاف ما بين الاثنين تماما، وزي ما الحسيني قال وبرضه انا بكررها في كل حته، ان العدو لسه بالخطوره، العدو غير معلوم. يعني لسه بكلمك بقول لك ايه، انا طالع بطيارتي هعدي، اخش اعدي خط قناه السويس، خلاص يبقى انا في الحته دي متوقع ان انا انضرب، يبقى انا عندي الاحساس امتى ان هيقابلني الهجوم. النهارده الضابط بيطلع من بيته، ضابط الشرطه ولا ضابط الجيش، ما هوش عارف هيتفجر عربيته تحت ولا لا، فيبقى بالتالي ال 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 الحرب غير الحرب، يعني الحرب شكل اخر. لكن حرب 73 هي حرب تدرس وهتنها تدرس طول العمر، وكان فيها من البطولات الكثيره للغايه اللي ما حدش اتكلم عليها. ما بقولش ان انا بطل وان انا لا، ده في ده انا ما جيش حاجه جنب ناس كتير قوي ادت للبلد دي وحاربت في ظروف غير طبيعيه. لكن نرجع تاني ان الحرب دلوقتي تختلف عن الحرب الاول. الحرب النهارده حرب مع عدو ما انتش عارفه، مع حد ممكن يكون في بيتك، مع حد جنبك، مع حد المفروض احتمال يكون صاحبك وعامل ان هو صاحبك وهو مش صاحبك. فالفكره ان الامن، لما ارجع لكلمه الامن، الامن ليست مسؤوليه رئيس الجمهوريه فقط او الجهات الامنيه فقط. انا بعتبر ان الامن هي مسؤوليه الفرد، الفرد المصري. لان حضرتك لو انت حدي بعض الامثله، لما اقول ان حضرتك ساكن في 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 بيت وفوجئت ان شقه من الشقق دخل فيها شويه شباب شكلهم غريب شويه، ما هو دورك؟ عملت ايه؟ ولا عملتش حاجه. انا بعتبر، معلش انا ما اقصدش حضرتك كده، لكن لو انت انا ما بضربش مثلا بحضرتك عشان ما يبقاش ان انا ما عملتش حاجه، انا اقصد عامه الصح بتاعها ان حضرتك تروح على اقرب قسم تبلغ ان الشقه دي فيها ناس شكلهم غريب. يبقى بالتالي هيجي البوليس عشان ايه؟ يجي الشرطه عشان تشوف المكان ده، فتعرف هتمنع عمل ارهابي قبل ما يقع.
يبقى الفرد له دور ايضا دور سباق لدور الامن. الامن النهارده بيتم الاستطلاع وبيتم التعامل، بيتم التعامل بطيارات موجهه بدون طيار او بطيارات او بطيارات حربيه او بافراد بتخش اوكار بعد تطهيرها، لكن الحرب دي شكل والحرب دي شكل. يعني احنا بنتكلم كده ست اللي هو ان العدو المعلن ما نجحش معانا ان هو يواجهنا بشكل معلن، فبالتالي نجح في ان هو يتعامل معانا بشكل من جوانا. صح. فنجح في الحته دي. فبالتالي احنا كأمن القومي او جهات الامنيه الممثله في الجيش او في الشرطه تصدت هذا المخططات اللي تمت داخل مصر، كانت في الداخل او في الخارج، في المخططات اللي هي غير معلنه. فبالتالي هل المخططات المعلنه دي هل تمت السيطره عليها ست اللواء ولا لسه في نسب؟ لسه لها بواقي، لكن اللي انا شايفه ان الشكل العام احنا افضل بكثير جدا جدا. ان كل يوم بيمر وضعنا ومقاومه الارهاب افضل بكثير جدا 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 عن اسبوع، عن سنه، عن ست اشهر، عن سنه، عن سنتين، فوضعنا فيه تقدم متميز يعني. طب ست اللواء بقى انت مش عايز تقول لنا ليه اختاروا قوات اللواء يوم 14؟ يوم 14 اكتوبر كانت القوات المسلحه بتعمل عمليه تطوير الهجوم. تطوير الهجوم ده كان القوات الجويه موجوده معاها، بتقدم لها الحمايه بطيارات المقاتلات، بتقدم لها الدعم بالطيارات المقاتله القاصفه او القاصفه او الهليكوبتر. فجت القوات الجويه الاسرائيليه او اسرائيل فكرت انها تحاول تحيد القوات الجويه او تسحب منها السياده الجويه، تحاول تسحب السيطره الجويه او السياده الجويه. فطلعت 20 طياره اتجهوا في البحر الابيض المتوسط في اتجاه غربا، اكتشفتها نقط المراقبه. القوات الجويه طلعت حوالي 16 طياره، ال 16 طياره 4 فينجر فور، ال 16 طياره دول طالعين لغرض انهم تبعد الطيارات ديت عشان ما تخشش وما يحاولش يخش معاها في اشتباك، يحاول يبعدها عن المجال. وفعلا نجحت، وكانت القصه دي كانت الساعه 3 وربع يوم 14. فرجعت الطيارات دي تاني ورجعت طياراتنا للقواعد بتاعتها. 3:30 اكتشف الدفاع الجوي والرادارات بتاعتنا اكتر من 100 طياره متجهه اتجاه الغرب جايه في البحر الابيض المتوسط، المقصود بيها مهاجمه قاعده المنصوره، مهاجمه قاعده الصالحيه، مهاجمه طنطا. العدد عدد كبير للغايه، عدد الطيارات ما بين طيارات فانتوم او طيارات سكاي هوك اللي كانت جايه، فطلع ما يقرب من 60 طياره ميج 21 طلعوا عشان يصدوا هذه الطيارات. المعركه استمرت لفتره غير طبيعيه، قعدت 53 دقيقه، وكلمه 53 دقيقه اشتباك يعني. انا من شويه كنت بحكي لحضرتك طلعوا ضربوا في سينا ورجعوا بعد 16 17 دقيقه، فلما نتكلم على 53 دقيقه اشتباك فوق قاعده المنصوره في الجو رقم غير طبيعي. طيارات كانت بتخلص وقود، بينزل الطيار ياخد طياره ثانيه، تكون الطياره دي اتمونت ياخدها طيار ثاني يطلع بيها، وبصفه مستديمه في طيارات بتطلع عشان تعزز الموقف اللي فوق، لان الطيارات الاسرائيليه المدى بتاعها اكبر، مده بقائها في الجو اكبر، وانت مده البقاء مده صغيره جدا، فانت كنت بتجدد ال 60 طياره دول على قد ما تقدر بعدد ايه؟ بعدد اخر. ملخص العمليه دي ان القوات الجويه اسقطت للعدو 17 طائره في هذا اليوم. من العدد اللي جوه 17 طيار، اسقط لنا 6 طيارات، وقع من عندنا 6 طيارات. الغريب في الموضوع بقى يعني لما تيجي تحسبها 100 100 100 وشويه قصاد 60، يعني المعركه مش متوازنه. لكن الطيارين المصريين قالوا لا المعركه متوازنه وبفضل ربنا سبحانه وتعالى واعتمادنا على ربنا سبحانه وتعالى والروح المعنويه العاليه. فالمهم ان احنا وقعنا 17 طياره للعدو، وقع من عندنا 6 طيارات. الست طيارات اللي وقعوا من عندنا عباره عن ايه؟ طيارتين اتنين اسقطهم الطيارات المعاديه، يبقى هم وقعوا لنا طيارتين. طياره بعد ما ضربت طياره اخرى، الطياره دخلت في الانفجار فالطياره انفجرت، يعني طياره من عندنا بعد ما سقط طياره دخل في الانفجار بتاع الطياره. الثلاث طيارات الاخرانيين نازلين جايين شورت فيول، الفيول خلص عنده فنط من الطياره وسبق. يعني الست طيارات اللي خسرناهم منهم اثنين هم ضاربينهم واربعه هم ما لهمش علاقه بيهم، وخسروا 17 طياره. فاعتبرنا اليوم ده هو يوم للقوات الجويه عمرها ما هتنساه، ومعركه المنصوره عمر ما حد هينساها، عشان كده اختير كعيدا للقوات الجويه.
كده احنا عرفنا طبعا من العيد بتاع قوات الجويه يوم 14، ده سبب ان كان يوم 14 كان في ملحمه مصريه جويه بالظبط استغرقت 53 دقيقه او 52 دقيقه في الجو بمعدل 120 طائره باين مقابل 60 طائره، فما كانش في موازنه. بس طبعا الروح المعنويه وحب القتال والايمان وازاي ان هو يحافظ على ارضه ويحافظ على المكاسب اللي هو كسبها. فطبعا ده هو الجيل اللي احنا بنشهد له الكفاءه. فبالتالي بنتكلم على الجيل الحالي يا حسين بيه، الجيل الحالي المفترض ان احنا ازاي نغرز فيه زي ما قال سياده اللواء، وازاي نطلع فيه الانتماء، وازاي نحسسه ان فعلا البلد محتاجاك في ظل الحرب اللي احنا فيها اللي هي الحرب الارهاب، وبالتالي اللي هي العدو الخفي. فنفترض ان انت تساند الدوله وتساند الجهات الامنيه اذا كانت الجيش او الشرطه. فبالتالي ازاي نطلع الغريزه او نطلع الانتماء اللي هو عنده هو كده كده، زي ما سياده اللواء قال ان فعلا في انتماء في اي مواطن مصري، فازاي احنا نطلعه. فحضرتك ازاي مطلعه؟ طيب احنا عايزين نوصل رساله للشباب وللجيل الموجود حاليا، ازاي نحركه؟ ازاي نحسسه ان فعلا البلد في احتياج لك؟ ازاي انت تقف معاها؟ هو فعلا احنا مش هنتكلم بقى على البيت والاسره والمجتمع نتكلم على ممكن فعلا لازم يكون في مشاريع تلم او افكار اقتصاديه تلم الشباب نفسه، بدل ما هو قاعد على الولد الشباب اللي قاعدين من غير شغل دول، ده ارهاب مستني وقته، يعني ارهابي مستني الدور عليه، او عاطل مستني يبقى مش يعني واحده يعني هيبقى ليه شغل مش كويسه بعد كده، فهو الدور عليه جاي. فانت لازم يبقى في حاجه تعملها له يتلم حواليها. هو اكتر حاجه الواحد بيخاف عليها ايه؟ اكل عيشه. انت عارف لو هو داخل في حته اشتغل فيها او عمل مشروع صغير بيصرف على نفسه هنا وفي دماغه هو يكبر 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 يكبر، فبالتالي هو هيحافظ على اكل عيشه. يعني انت لو عندك محل كشك صغير وحاسس ان جنبيك دوت بيضرك، انت هتخاف على اكل عيشك اللي هو الكشك الصغير ده وهتبلغ، وبالتالي انت اوريدي هتبتدي تفكر في اكل عيشك تكبره ازاي. في زي هو المفروض ان في مشاريع تلم الشباب. طب المشاريع، في مشاريع اتعملت وقتها جاي، هو المفروض بقى هنا بقى ايه؟ الاعلام نفسه، الاعلام نفسه يبتدي بقى. فتحنا مزرعه غليون بتاعت السمك، اتفتحت واتكلمنا عنها يومين، طب ما نبتدي عليها بعد شهر كمان او شهرين نبتدي نعمل عليها تركيز نبص عليه. طب افرض الراجل اللي مدور المشروع، اي مشروع بقى غير مزرعه غليون، مش كفء ما لما انزل وادور واعمل سبوت عليها اكتشف غلطات، او ممكن اكبر او انمي، يعني العكس او العكس. فبالتالي انا يعني مش سبت الرئيس النهارده راح فتح طريق او عمل مزرعه او اشتغلنا عليها يومين وخلاص نسينا. دي بجانب كمان انا مش موضوع ان انا افتش واقول، لا موضوع كمان ان انا اذكر ان الذكرى تنفع. فبالتالي انا كل شهرين افتكر واقول، وبعدين اقول دي شغاله كذا، ضافت 200 فرصه عمل، فتحت 200 اسره، 200 اسره يعني حوالي 2000 نفر، بتخدم كذا، وابتدي اعمل عليها سبوتات، وابتدي واروح ونعمل رحلات الواحد يبقى نفسه يروح يشتغل هناك في المشروع ده او المشروع ده، ما نعمل رحلات جامعه، رحلات لثانوي بدل ما نعمل رحلات، ونبتدي نبص اولادنا في المدارس اللي كانت خاصه ولا مدارس حكوميه نعمل لهم رحلات، يروحوا يشوفوا المشاريع دي والمشاريع دي بتخدم قد ايه، ومستقبليا استهداف هتجيب كام شاب يشتغلوا قد ايه. وبالتالي الواحد يبقى عنده تارجت، عنده هدف ان هو بعد ما يكبر او بعد ما يخلص المرحله اللي هو فيها هيشتغل هنا، خايف على بلده، خايف على اكل عيشه، ناوي يتجوز، ناوي يسكن هنا. فبالتالي انت حطيت له هدف وتارجت اللي هو يكبر ويشتغل عليه، واخد بالك؟ فبالتالي هو دلوقتي هو مش عارف حاجه، احنا سايبينه للميديا المغلوطه والاشاعات المغلوطه بس. انما انا وصلت الاعلام، الاعلام نفسه انت عندنا كذا قناه، مش عايزين نحمل كل حاجه على الاعلام. لا 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 يا فندم، الاعلام اصل الاعلام عندك المجتمع المدني وعندك يا فندم، بس انا هوصلها لك ازاي؟ الاعلام الاحزاب وعندنا يا فندم مؤسسات ثقافيه وعندنا مدارس تطلع رحلات، فعندنا بعض المدارس تطلع رحلات. بس ان انا ما هو انا ممكن اتكلم بس ما عنديش الاليات القويه ان انا اقدر اقول له خلي بالك ان عندنا مثلا المجتمع المدني مش شريك بيعمل كذا، عندنا مؤسسات ثقافيه بتعمل كذا، عندنا شباب بيعمل كذا، يعني اقصد قلت لك مدارس في شبكه مدارس مجتمعيه ما هي مدارس شامله ونوادي
واخد بالك؟ اصل مش مفيش اسره هتاخد بعضها وتقول لك تعالى اوديك مزرعه غليون مثلا او المكان اللي هيتعمل فيه مفاعل الضبع، ونبتدي نتكلم على الضبع، نبتدي نتكلم على المشاريع العملاقه اللي اتعمل المشاريع. طب احنا عمالين نتكلم دلوقتي على مشاريع خط السكه الحديد وي 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 محدش يتكلم هنخدم ايه وهنعمل بيها ان شاء الله انجازه ان شاء الله. بس خلينا ناخد ست اللواء اللي احنا بنتكلم ست اللواء. كنت راجل محارب وطيار، في لحظه تحولت الى عمل سياسي ومارست مرتين كعضو مجلس الشعب لخدمه الدايره وخدمه الشعب. ايه التحول والتغير المفاجئ؟ راجل مكاتب وراجل طيار اللي تحولت راجل سياسي وراجل خدمي بحت ومارست دورتين كاملتين في مجلس الشعب. يعني ما كانش في المخطط ان انا اكون عضو مجلس الشعب. سريع. لكن انا هكلم منتهى الامانه، انا رحت قريتي منشيد سليمان مركز كفر زيات محافظه الغربيه، تعداد من لديه اصوات في هذه القريه كان في هذا التوقيت 2500 واحد. كان اللي ينجح في الدائره دي، انا بتكلم انا ما كنتش في نيتي، لكن اللي كان ينجح في الدائره دي عايز له فوق ال 25 30 الف صوت. فاللي حصل انا ما كانش في نيتي ان انا اخش انتخابات. انا كانت ناس بتجيلي بتقول لي والنبي في لنا عسكري في الحته الفلانيه يا ريت توصى عليه، ده في الشرطه والنبي عايزين ننقله من الحته دي للحته ديت. فامور كانت سهله بالنسبه لي لان انا كنت لسه خارج من الجيش. بعد كده ابتدى يجي لي مواطن يقول لي النبي بس يا ست لواء مين، انا الكهرباء عايزه تخش عندي في في في, في الكهرباء عايزه تخش، او الترعه دي عايزين نغطيها، او الحته دي بالذات تتخذ. ابتديت بالظبط، ابتديت اروح المجلس المحلي بتاع الوحده المحليه بتاع القريه الوحده المحليه هي مشله بس اللي هي اربع قرى او خمس قرى. ثم طلعت بعد كده لقيت الطلبات اكتر، رحت للمجلس المحلي في كفر زيات المدينه، ثم لقيت المواضيع اكتر رحت على المحافظ محافظ الغربيه. ابتديت اعمل يوم مفتوح عندي يوم الاثنين. يوم الاثنين كان بيجي لي امم فوق ال 150 200 ميكروباص جايين من ال 40 قريه اللي حواليا، كل واحد جايب طلباته باخدها بسجلها، وحد في المكتب عندي بيسجلها، بروح اسعى فيها، بعضهم اقدر احققه بعضهم ما كنتش اقدر احققه. ابتدت يبقى ليا ارضيه في ال 40 قريه. دخلت باللي قريت اللي هي 2500 صوت، دخلت انتخابات جبت 32600 في الانتخابات بتاعت 2005. فهي جت صدفه، دخلت بعديها كنت وكيل لجنه الدفاع والامن القومي، وانا ضابط فمتربي في مؤسسه القوات المسلحه، عارف ازاي ان انا اشتغل 1+1=2 وعارف اشتغل ازاي. فلما طلعت الامور كانت سهله بالنسبه لي ان انا اقدر ايه ان اقدر اشتغل في هذا المجال. بعد كده دخلت عضو، كنت عضو مجلس محلي محافظه وكنت رئيس لجنه الامن، ثم عضو مجلس الشعب في 2005، ثم عضو مجلس الشعب ورئيس لجنه الدفاع في 2010، ثم بعد كده اتنقلت الى حزب المؤتمر، كنت نائب رئيس الحزب والامين العام، ثم حاليا في حزب الوفد عضو الهيئه العليا. ما طبعا عشان انتهى وقت الحلقه، وطبعا ست اللواء المفترض ان شاء الله في حلقات قادمه بنتكلم بقى على السياسه والمفترض ايه اللي بيتم، وازاي دور السياسيين الموجودين في الايام القادمه ان شاء الله ودورها حاليا. فده محتاج بقى مش حلقه حلقتين ثلاثه اربعه، فان شاء الله هننسق مع حضرتك ست اللواء. وطبعا الحسيني بيه طبعا المفترض البحث السياسي، فمفترض يجهز لنا بعض النقط الهامه المفترض ان السياسيين المفترض الايام القادمه ازاي نسند البلد وازاي نشارك معاها، وازاي حضرتك نطلع الغريزه زي ما ست اللواء قال اللي هي الانتماء الموجود في الجيل الموجود حاليا عشان نقدر نسلم الجيل اللي جاي الاحسن والاحسن. ففي نهايه الحلقه احب اشكر طبعا ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، اشكر الست اللي هو الطيار امين راضي وكيل لجنه الدفاع والامن القومي سابقا. رئيس لجنه الدفاع امين راضي، رئيس لجنه الدفاع، كان رئيس لجنه في التاريخ ده. طبعا رئيس لجنه الدفاع والامن القومي سابقا وعضو الهيئه العليا لحزب الوفد. اشكرك كثيرا. ايضا اشكر الاستاذ الحسين الكارم الباحث في الشؤون السياسيه، اشكرك فعلا. شكرا. في نهايه الحلقه احب اوصل رساله، القصه كلها ان احنا بنعمل مقارنه بين الجيل في الخمسينات والستينات والسبعينات اللي هم عصوا حرب فعلا حقيقيه على ارض الواقع، بس كان عدو كان معلوم لنا، واحنا بنتكلم على الجيل الموجود حاليا اللي هو بكاده طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا تصدى فعلا الحرب ونجح في ان هو ازاي ينجح في الحروب اللي هي قامت حاليا اللي هي الارهاب، ازاي تصدى الارهاب من خلال طبعا الامن
اللي هو خلال الجيش والشرطه. فبالاول في الاخر بنقول انا حرب معلومه وحرب غير معلومه. فلو في الاخر احنا على قد ما قدرنا نحاول نوصل بس رساله للساده المشاهدين ان الجيل اللي بيتكلم في الخمسينات والستينات والسبعينات يعني للاسف الشديد يعني عصر عصور في الوقت الحالي حروب وتقشف و يعني اقتصاديا صعبه جدا. مش عايزين نقول يعني احنا زي الفتره ديت فعلا كان الجنيه ما كانش صعب ان حد يلاقي ان هو يقدر يتعايش بشكل قوي. فبالتالي بنتكلم على الجيل الحالي للاسف الشديد احنا مش مدركين ان احنا بنحارب ونعمل تنميه اقتصاديه، مع ان كان في الوقت الحالي في الفتره السابقه كان في حرب ما كانش في تنميه اقتصاديه. فمع ان احنا بنحارب عدو خفي ومع ذلك بنعمل تنميه اقتصاديه. فبتكلم ان في صعوبه في المقارنه، مش بنقلل من قيمه الاجيال اللي قامت وانتصرت على الحروب اللي هي قامت فيها في 73، لا بنتكلم برضو الجيل الموجود حاليا فعلا تصدى فعلا العدو الخفي، وفي ظل الحرب بتاعته اللي هو العدو الخفي ان هو بيحقق تنميه اقتصاديه ملموسه على ارض الواقع. بس هو للاسف الشديد انك المواطن زي ما قال سياده اللواء ان في غريزه موجوده اللي هي الانتماء للبلد، بس مش موجوده عايزين نطلعها. فدي هتحتاج بعض الاعلاميين وبعض المشاركه المجتمعيه وبعض السياسيين. فزي ما سياده الاستاذ الحسين الكريم قال ان فعلا لازم ان حضرتك كلنا نشارك كمجتمع مدني. في نهايه الحلقه اقول ان شاء الله الاسبوع القادم تزورونا الساعه 9 يوم الاربعاء والخميس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برعاية